أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها للحديث عن تصريحات الأمم المتحدة حول ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب وحث أطراف الصراع على الالتزام بالقوانين الإنسانية. حثت الأمم المتحدة مجددا جميع أطراف الصراع في اليمن على ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين، وقال ستيفن دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التصعيد العسكري بين أطراف الصراع ليس حلا، وعلى الجميع المشاركة بصورة جدية لتنشيط المفاوضات بشأن التسوية، وأضاف أن على جميع الأطراف التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: من ينصف الضحايا المدنيين في اليمن من قصف الميليشيا وضربات التحالف العربي؟ ومتى تتوقف حالة الاستقطاب والابتزاز السياسي للضحايا المدنيين في اليمن؟ نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي. بلا مبالاة بحجم الكارثة الإنسانية، يتجاهل أطراف الصراع ما يحدث للمدنيين في اليمن. هذا ما يقوله الواقع وتؤكده المنظمات الدولية بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب، حرب لم يلتفت فيها أحد للقوانين والأعراف الدولية، ولم يبال فيها أطرافها بقواعد الاشتباك المتبعة، وهو الأمر الذي أعاده مراقبون إلى غياب أي دور لرصد هذه الجرائم بمسؤولية أو تشكيل رأي عام لمحاسبة المتسببين بها، إضافة إلى الضحايا الذين يسقطون على يد ميليشيا الحوثي بشكل يومي. شكلت غارات التحالف العربي مأساة أخرى وسببا آخر لسقوط المدنيين. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك قال إن التصعيد العسكري بين أطراف الصراع ليس حلا، مضيفا أن المنظمة تدين جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وحث جميع الأطراف على التقيد بالقانون الإنساني الدولي. مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قال إن مسؤولي الأمم المتحدة قلقون للغاية من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في اليمن. لا تتوقف المشكلة الإنسانية اليمنية عند تجاهل أطراف الحرب لحجم كارثتها إذن، بل يضاف إلى ذلك خضوع ضحاياها للابتزاز والاستقطاب السياسي، وهو ما يعيق أي أمل لإنصافهم ويخلق مشكلة أخرى أمام إعادة حالة حقوق الإنسان في اليمن إلى شكلها الطبيعي. أبدأ النقاش مع ضيفنا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ. أهلا بك أستاذ نبيل. بداية، ما تعليقكم في الحكومة على التصريحات الأخيرة لمسؤولي الأمم المتحدة فيما يخص تجنيب المدنيين ويلات الحرب؟ بداية، مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين. ثانيا، ردنا كان واضحا من خلال اجتماعاتنا في مجلس حقوق الإنسان وفي المفوضية السامية والهيئات الدولية، أننا قدمنا تقارير أكثر وضوحا وأكثر انضباطا حول كل ما يحدث على الأرض، بما في ذلك الضربات الخاطئة التي قد تحدث من التحالف، قبول التحالف أيضا بوجود أي رقابة لهذه الضربات، وتطبيق العمل على تطبيق قواعد الاشتباك الدولي، وهو عكس ما جاء في تقريركم للأسف الشديد. التحالف أعلن أكثر من مرة استعداده لوجود عدة ضوابط أو تطبيق الضوابط الدولية لقواعد الاشتباك الدولي وما يسمى بالقانون الدولي الإنساني. الإشكالية ليست هنا، الإشكالية الحقيقية أنك تتعامل مع ميليشيات لا تفقه لا في قانون دولي ولا في عرف إنساني، هي تطالب فقط، بل أنها تتفاخر بعمليات الضرب المباشر على الأحياء السكنية، وتعلن أنها ضربت مناطق للمنافقين. أنت هنا تساوي بين ضحية وجلاد يا أخي، وعليك أولا أن تقول أننا أمام حالات يجب أن تفند بالتقارير، وهو ما نقوم به في وزارة حقوق الإنسان. تقدمنا بتقارير شاملة تحدثنا فيها أيضا عن الضربات الخاطئة، وطالبنا التحالف العربي بتحمل مسؤوليته، وهو ما تم بالفعل. هنا نريد فقط، طيب لماذا تستمر الأمم المتحدة بلغة الخطاب هذه جميع الأطراف وتساوي بين الجميع؟ هذه اللغة هي
تعتبرها بعض أطراف الأمم المتحدة لغة حياد أو لغة توازن أو لغة دبلوماسية، لكنها لا ترتقي إلى مستوى ما يحدث على الأرض. ما يحدث على الأرض واضح وجلي، بل إن هناك تقارير حتى على مستوى منظمات دولية تتحدث عن ضرب مباشر للمدنيين وتتحدث عن أخطاء. نحن طالبنا التحالف العربي كوزارة حقوق إنسان أن يكون هناك تحمل لمسؤولية أي أخطاء تحدث مع المدنيين. هذه المسؤولية تأتي في إطار الاعتراف بهذه الأخطاء، ثانيا جبر الضرر، تحمل المسؤولية كاملة، وهو ما يتم فعلا من قبل التحالف. لكن بالمقابل، من هي الجهة التي تستطيع أن تضغط على الميليشيات لتعترف بجرائمها؟ هي تتحدث عن جرائمها بكل صفاقة ولا يهمها شيء. يعني الآن هل أستطيع أن أقول أن التحالف العربي أو القوات الشرعية إذا ضربت على معسكرات أو مناطق عسكرية وفيها مجاميع مدنية موضوعين كدروع بشرية، هل أستطيع أن أحمل هنا هذا الطرف هؤلاء الضحايا المدنيين؟ هم بالتأكيد لا يعرفون بوجود مثل هذه الدروع البشرية. إذا من يتحمل المسؤولية وفق قواعد الاشتباك الدولي؟ من يقوم بهذه الممارسات؟ وهو ما يجب على الأقل أن يكون فيها نوع من الإنصاف عبر الإعلام، وخصوصا الإعلام المهتم بالشأن اليمني الذي يدرك حقائق الأمور ويعرف من هو الجاني ومن هو المجني عليه. طيب، نشرك معنا أيضا بالنقاش من لندن ناشط الحقوق البراء شيبان. أهلا بك أستاذ البراء. أهلا وسهلا بك وأهلا بالأستاذ نبيل. أستاذ البراء، بداية، ما حجم تأثير قصف ميليشيا الحوثي والتحالف العربي على المدنيين وعلى حالة حقوق الإنسان في اليمن؟ طبعا الحالة الآن، حالة حقوق الإنسان في اليمن، يعني أقل ما يقال عنها أنها حالة كارثية. وكلما استمرت هذه الحرب كلما طال أمدها، يعني هناك بعض الأحيان تطالب الأمم المتحدة، تطالب الجهات الدولية بعض الأحيان، ويطالب المجتمع المدني في اليمن تقليل الكلفة. يعني نحن كلما نحاول الآن القيام به هو فقط تقليل كلفة هذه الحرب، ولكن ليس إيقافها، لأن كلما تستمر هذه الحرب أنا أتوقع أن الوضع، حالة حقوق الإنسان سوف يتدهور بشكل يعني بشكل مستمر، ونستمر في هذه الحلقة من الاتهامات المتبادلة حتى تنتهي هذه الحرب وتعود سلطة الدولة إلى داخل اليمن. طيب، هذه الحوادث كيف يمكن توصيفها من الناحية القانونية؟ يعني بسبب أنها أن الوضع الحالي هو حالة حرب، فكل معظم الانتهاكات تدخل ضمن القانون الإنساني الدولي. القانون الإنساني الدولي الذي يحاول ينظم حالات الاشتباك أو قواعد الاشتباك. وأنا أتفق إلى حد مع ما طرحه الأستاذ نبيل، أن الإشكالية أن وجود ميليشيا بصفتها ميليشيا هي أصلا بهذه الصفة هي خارج إطار القانون. يعني هي تصنف نفسها، تقدم نفسها أنها جماعة غير ملتزمة لا بالقانون الوطني ولا بالقانون الدولي، وإن كان القانون الدولي هو مفروض عليها في حالة الاشتباك. لكن في الناحية الثانية أيضا هناك انتهاكات جسيمة قامت بها الطرف الذي يقاتل مع الحكومة الشرعية، وضربات التحالف مستمرة بإزهاق الكثير من الأرواح. وبالرغم أن هناك تحقيقات واعترافات من قبل التحالف العربي، ولكن لا يوجد، واضح أنه لا توجد هناك آلية لمنع سقوط أو استمرار سقوط الضحايا بنفس الطريقة أو منع تكرار هذه الأخطاء مجددا. وشاهدنا فقط ما حدث خلال اليومين الماضيين في مناطق متعددة بما فيها محافظة الجوف. ومثلا على سبيل المثال، القصف الذي حصل على مقر الشرطة العسكرية في صنعاء والذي ذهب ضحايته المعتقلين هناك، الأخبار التي عندنا أنه الصليب الأحمر قد كان قام بإشراك الإحداثيات لهذا الموقع مع التحالف العربي. فمن هنا نحن نطالب بتحقيق واضح، وتتحمل وزارة حقوق الإنسان أن تقوم بتحقيق واضح ما الذي حدث، وعلى التحالف العربي أن يقدم تحقيق واضح ما الذي حدث وكيف
تم تجاوز نقطة أن الصليب الأحمر شاركهم البيانات ومعلومات هذا الموقع وأخبرهم أن هناك معتقلين فيه. طيب أعود للأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، البعض يرى أن توجيه النظر والاتهامات باتجاه طرف معين وإبعادها عن الطرف الآخر أنه ربما ذو خلفية سياسية، كيف يؤثر مثل هذا على حقوق الضحايا ونحن نتحدث عن إنصافهم بشكل عام، ضحايا كل الأطراف؟ بداية أخي، يجب أن يكون هناك وضوح عندما نتحدث عن جميع الأطراف. جميع الأطراف نحن يجب أن نكون واضحين، كما قال الأستاذ العزيز أخي العزيز براء، أنت تتعامل مع ميليشيا، أنت تساوي بين ضحية وجلاد. كل هذه القضايا يجب أن تكون واضحة تماما. هل أولا مهما أصدرت ومهما تحدثت ومهما انتقدت ومهما قدمت من تقارير، هل تستطيع أن تلزم ميليشيات الحوثيين بأي شيء؟ لن تستطيع ولن تعترف حتى بتقاريرك التي تتكلم عنها. أنا مع الأخ العزيز براء بأن الوزارة لابد، ونحن فعلا في هذا الموضوع جادين في التعامل مع التحالف العربي، في كل ضربة نطالب بمدى تحري الدقة لدى التحالف في هذه الضربات، إلى أي مدى كان حريصا على عدم انتهاك أي جماعات مدنية، لأن هذا واجبنا كحقوقيين. نحن لا نعتبر أنفسنا في وزارة حقوق الإنسان كطرف من الحكومة بقدر ما نقدم أنفسنا كحقوقيين. هدفنا الإنسان والإنسان بشكل أساسي، وبالتالي نحن نقول أن التعامل مع هذه القضايا، نعاني بشكل كبير مع الجهات الدولية، نعاني من لغة التسويف، نعاني من لغة المساواة بين الأطراف، نعاني من تدليل أو إضعاف ما يحدث على الأرض. طيب إذا عدنا لمعاناة الضحايا، هم الآن يعانون من عدم الإنصاف، برأيك من سينصف هؤلاء الضحايا، سواء ضحايا التحالف العربي أو ضحايا ميليشيا الحوثي؟ أخي سامي، الإنصاف، الحديث عن الإنصاف والحرب مستمرة هو حديث في فضاء كبير، وبالتالي أولا نحن محتاجين لانتهاء الحرب حتى نتحدث عن الإنصاف. الإنصاف اليوم يجب أن يتم أولا من يتم الإنصاف؟ الإنصاف يتم أولا عبر القضاء المحلي، فإذا لم يؤدي القضاء المحلي دوره تحال هذه القضايا إلى القضاء الدولي، وعلى رأس هذه الجهات محكمة مثل المحكمة الجنائية الدولية التي تحاسب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وما شابه. وعليه نحن نقول طالما والحرب مستمرة فإن الانتهاك، كما قال الأخ العزيز براء، طالما الحرب مستمرة فالانتهاكات ستظل مستمرة. طيب من سيتولى ترتيب هذه الملفات؟ بالتأكيد هذا الجانب سيكون، يعني هذا الموضوع سيتحمله أكثر من جهة. الجهة الأولى أن تكون تفعل مخرجات الحوار الوطني، وعلى رأسها هيئة للعدالة والإنصاف، يعني كهيئة انتقالية تحاسب حقق هذا الجانب. اثنين، اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات مطالبة اليوم بإعداد ملفات متكاملة عن كل الانتهاكات التي تتم على الأرض. ثلاثة، القضاء يجب أن يستلم بوجهيها، النيابة وغيرها يجب أن يتولى استلام هذه الملفات والتحقيق فيها والعمل من أجل الإنصاف. أربعة، وزارة حقوق الإنسان بما لديها من رصد وتوثيق عليها أن تكون جزءا أساسيا في هذه العملية. إذا العملية هي عملية تكاملية تقوم بها أكثر من جهة من أجل الوصول للعدالة والإنصاف، لكن العدالة والإنصاف لن تتحقق إلا عند استعادة الدولة. يجب أن يكون هناك وضوح كامل أن الهدف الأول هو استعادة الدولة ثم الحديث عن عدالة وإنصاف. أشكرك جزيلا أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. أستاذ البراء، إذا ما تحدثنا عن الإجراءات التي يمكن للضحايا أن يلجأوا إليها ومن خلالها أن يبحثوا عن الإنصاف، ما هي هذه الإجراءات؟ نعم، أولا أريد أن أوضح نقطة مهمة، وهو في صميم سؤالك. عندما يتم الحديث دائما عن القضاء الدولي أو محاكم دولية ستحقق الإنصاف، أنا أريد أن أوضح فقط نقطة واحدة حتى لا نقدم وعود للمشاهد غير موجودة. اليمن ليست جزء وليست موقعة في محكمة الجناية الدولية،
لا هي ولا الأطراف التي منخرطة ولا الداعمين لها بما في ذلك التحالف العربي. معناتها أن جزئية مهمة في إدخال المحاكم الدولية غائبة عن ليس لديها السلطة والضبطية أنها تتعامل في مثل هذه القضايا. يبقى هناك ملف واحد، في حال أنه قرر مجلس الأمن أن يتم إحالة الملفات أو كل الانتهاكات التي حدثت في اليمن إلى محكمة الجنايات هذه مسألة أخرى، ولكن في ظل الظرف الحالي للطريقة المسيسة التي تدار فيها مجلس الأمن أنا أستبعد ذلك جدا. نبقى في إذن في الإطار الوطني. في الإطار الوطني يبقى أنشئت مثلا على سبيل المثال اللجنة الوطنية. اللجنة الوطنية يجب الضغط عليها في استمرار التحقيق وإعداد ملفات واضحة، وتحديدا حتى نكون أكثر إنصافا يجب أن يتم الضغط عليها فيما يتعلق بضربات التحالف، لأنه هنا موجه لها النقد. الناس لا يشكون أنها قادرة على التحقيق في انتهاكات الحوثيين، ولكن يشعروا أنه ربما لن تستطيع أن تفي بحق الضحايا فيما يتعلق بضربات التحالف. لذلك يجب أن يتوجه الضغط على اللجنة، لأن اللجنة لديها سلطة، لديها الحق في التحقيق في كافة الانتهاكات التي حدثت خلال فترة الحرب. بعد ذلك يتم تحويلها المفترض في الظروف الطبيعية بعد انتهاء الحرب إلى النيابة العامة، ثم يأخذ القضاء مجراه، ثم تصبح هناك إجراءات، إما أن يتدخل بعد ذلك تتدخل الدولة أو السلطة بإجراءات انتقالية مثل العدالة الانتقالية، وتكون هناك لجنة للإنصاف والمصالحة تحاول أن تحيل كل الملفات بطريقة تنصف الضحايا، أو أي إجراء آخر. المهم أنه تكون الإجراءات واضحة وشفافة وسليمة، ولكن في ظل غياب الدولة وعدم انتهاء الحرب نحن نتحدث عن تسويف وأحلام، وأخاف أننا نسوق أحلام للمواطنين غير ممكنة وغير قابلة للتطبيق في الواقع. طيب، ويشرك معنا ايضا بالنقاش من الرياض سلمان عسكر مدير المعلومات في صحيفه الوطن السعودي. اهلا بك استاذ سلمان. اهلا وسهلا. هلا حبيبي. حديث عن 3 أعوام مرت على التدخل العربي في اليمن، ويعود البعض ويتساءل ما الذي حققه التحالف العربي من الاهداف المعلنه غير الضربات التي ذهب ضحيتها مدنيين، وبالتالي في المقابل هناك من يقول ان ميليشيا الحوثي تستغل حاله السخط هذه وتوظفها ضد التحالف العربي. لماذا التحالف ما زال يتيح الفرص دائما للميليشيا الحوثي من خلال استهدافه للمدنيين؟ عزيزي، بالنسبه للفتره الزمنيه 3 سنوات في عالم الحروب ليست في طويله. انت الان لا تحارب جيش منظم، انت تحارب وتواجه عصابات في الكهوف، في الجبال، في الاوديه، في السهول، عصابات تفتك بالاخرين وتنتهك الحرمات وتفجر المنازل وتعبث بالآمنين وتقتل المدنيين. التحالف وكما تعلم هو يقوم بدور إعادة الشيعية في اليمن، ويسير وفق قوانين دولية يراعي فيها حقوق المدنيين، هذا في المقام الأول، إضافة إلى المحافظة على إعادة الدولة والشرعية الممثلة في حكومة الرئيس عبد ربه هادي منصور. ما يحدث الآن على الأرض من جانب الحوثيين الذين لن يعد يفرقون بين مدني أو عسكري، كما تلاحظ بالأمس أطلقوا صاروخ على العاصمة السعودية الرياض، قبل ذلك أطلقوا صاروخ على عدد من المعتمرين في مكة المكرمة، كان الهدف الحرم المكي. هؤلاء استهدفوا مقدسات المسلمين واستهدفوا المدنيين وعادوا في الأرض فسادا، وكما تلاحظ بأن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تغض النظر عن هؤلاء وعن انتهاكاتهم. طيب، ليست فقط ميليشيا الحوثي من لا تفرق بين المدنيين والعسكريين، أيضا يقال أن التحالف العربي لا يفرق بضرباته الخاطئة. دائما عندما يحصل الحروب والصراعات يحدث فيها أخطاء، ولكن دعني أضع لك أو أمام ناظرك نقطة إيضاحية فقط. التحالف يتعمد إلى ضرب المواقع العسكرية والسكنات التي يحدثها أو ينشأها الحوثيين. في المقابل الحوثيين يتعمدون عمدا إلى قصف المدنيين، ما حدث في تعز، ما حدث في الضالع، ما حدث في صنعاء،
يعني هجوم بالصواريخ وبالمتفجرات وزراعة الألغام في مواقع مدنية وليست في مواقع عسكرية. التحالف عندما يوجه ضربات جوية هو يوجهها على مواقع أهداف عسكرية، أصبحت خط مشروع للتحالف. لكن ما بعد هذه الضربات؟ الأخبار تتحدث عن سقوط مدنيين، ربما آخر حادثة ما حدث في الشرطة العسكرية وفي حفلة زفاف في مارب وبعضها، يعني كما نتابع في وسائل التواصل ويعترف بها التحالف العربي. جميل أن التحالف يعترف، وهذا شفافية التحالف دائما، ولكن دعنا نضع ميزان للأمر يا سيدي. كم الأخطاء التي ارتكبها التحالف؟ كم نسبتها؟ كم نسبة الخطأ؟ وفي عالم الحروب النسبة مفتوحة، لكن كم الذي انتهك السعوديين؟ يا أخي، فجروا منازل عمد وأرسلوا بصواريخ التوشيكا على أحياء سكنية في تعز عمدا وأمام مرأة من هيئة من الأمم المتحدة. كذلك بعد مقتل الرئيس صالح أرسلوا صواريخ على بعض الأحياء في صنعاء، أحياء سكنية لا يوجد جنبها أي حتى مواقع عسكرية. إذن هم يتعمدون إلى قصف المدنيين. طيب أعود للأستاذ براء الشيبان. أستاذ براء، ونحن نتحدث عن إنصاف الضحايا، كيف يمكن للضحايا أن يتجاوزوا حالة الاستقطاب والابتزاز السياسي من قبل الأطراف المختلفة في الملف الإنساني والحقوقي؟ طبعا اولا بالنسبه للضحايا، هم في الاخير ضحايا، لا نستطيع ان نحملهم الكثير. المسؤوليه تقع على عاتق الاطراف المنضويه، وانا هنا بالتحديد احمل الحكومه اليمنيه واحمل التحالف كونها اطراف رسميه. جماعه الحوثي في الاخير هي صحيح يعني ميليشيات، ومقدمه نفسها انها ميليشيات، يعني هي لا تتوارى ولا تقدم نفسها كميليشيا خارج عن اطار القانون، ولكن الاطراف التي هي مقدمه نفسها انها شرعيه وانها وتحالف دعم لحكومه شرعيه، هذا الطرف عليه مسؤوليه اكبر ومسؤوليه قانونية وأخلاقية أكبر، لأنه هو المفترض أنه ينظر للمستقبل. النقطة الثانية التي أحاول أن أنوه لها الجميع، أنه يجب على الكل أن يسعى إلى مسألة استعادة الدولة، وأن لا ينحرف هذا الهدف مهما كانت التحديات، سواء كانت يعني كل دول التحالف أن تستمر في مسألة التزامها بدعم استعادة الدولة، لأنه بدون استعادة الدولة كل حقوق هؤلاء الضحايا الذين نحن نريد أن ننصفهم ستضيع. نحن يعني لا يمكن أن نتحدث عن إنصاف الضحايا بدون عودة الدولة، فلذلك هذا هدف أساسي يجب أن يستمر ويجب أن لا يتم الانحراف عنه، لأنه بدون استعادة الدولة كل هؤلاء الضحايا الذين ذهبوا للأسف خلال هذه 3 سنوات سوف تضيع دماءهم للأسف هدرا، ثم لا تكون حتى هناك آلية انتقالية وآلية عدالة منصفة تستطيع أن تنصفهم حتى على الأقل بالحد الأدنى. أشكرك جزيلا أستاذ البراء الشيبان الناشط الحقوقي، كنت معنا من لندن. أعود للأستاذ سلمان من الرياض. أستاذ سلمان، إذن رغم اعتراف التحالف العربي بالضربات الخاطئة ومسؤولياته، يقال أنه لم يتخذ أي إجراءات فيما يخص جبر الضرر بحق الضحايا وإنصافهم، لماذا هذا التأخير برأيك؟ هذا الكلام غير صحيح عزيزي. أي خطأ للتحالف يعترف به، هو يعترف لكنه في المقابل لم يتخذ أي إجراءات تتعلق بجبر الضرر بحق الضحايا وإنصافهم. يا سيدي، هناك لجنة تحقيق، الأمور ليست بين يوم وليلة، هناك تحقيقات مبدئية، هناك إثبات صحة أن الضربة فعلا من التحالف، لأن كما تعلم أن الحوثيين يقومون بضربات ثم ينسبونها للتحالف. هناك لجنة تحقيق دولية، وهناك مؤتمر يعقد كل شهرين أو كل شهر في الرياض، ويتم من خلاله إعلان الأخطاء التي وقع فيها التحالف إن حدث ذلك. هذه التعويضات أمر في سلسلة الإجراءات القائمة ضمن التحقيقات. أستاذ سلمان؟ ألو؟ طيب أستاذ سلمان، ماذا عن حالة الاستقطاب اليوم والابتزاز السياسي في التعامل مع الملف الإنساني والحقوقي في اليمن؟ من أي جانب؟ كل الأطراف، وربما التحالف متهم أيضا كطرف والحكومة الشرعية بذلك، إلى جانب ميليشيا الحوثي وهو معروف عنهم يعني منذ بداية هذه الحرب توظيفهم بذلك، لكن دائما ما يحدث تصريحات من قبل مختلف الأطراف أن جميع الأطراف ربما يستغلون هذا الموضوع في تبرئة
وتنظيف صفحتهم فيما يتعلق بالانتهاكات الممارسة ضد المدنيين؟ لا يا عزيزي، الانتهاكات يعني نحن الآن نتكلم بموضوع الانتهاكات أو الأخطاء التي تمس المدنيين. طيب هناك يا سيدي أمر يبدو أنكم لم تتطرقوا إليه أو لم يكن ظاهرا، ماذا يحدث في السجون؟ يعني ما أريد أن أوضح لك أن ميليشيا الحوثي وضعت القيود أو السلاسل في أيدي غالبية المختطفين في سجن الأمن السياسي في صنعاء منذ الثاني من ديسمبر الماضي وحتى اليوم 20 يعني 18 يوم، ومنعوا المعتقلين من زيارة أهاليهم، وعرضوا لموجات برد في الصباح وتعذيب شديد، والبعض منهم توفي بنوبات قلبية من شدة البرودة. هؤلاء السجناء يضعهم الحوثيين في أماكن للتعذيب ويمنع عنهم مياه الشرب والأكل. هذه الانتهاكات التي تنتهك ضد أكثر من 4 أو 5 آلاف سجين في السجون الحوثي، لماذا لم ينظر لها يا سيدي؟ ينظر لها، ونحن في قناة بلقيس نتابعها دائما ونتابع ونواكب كل ما ينشر سواء عن رابطة أمهات المختطفين في مختلف المحافظات أو باقي المنظمات المعنية بذلك. أشكرك جزيلا سلمان عسكر مدير المعلومات بصحيفة الوطن السعودية، كنت معنا من الرياض، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني.